السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بروفيشنالز معكم ريان في فيديو جديد. اليوم سأقدم لكم السعر الجديد لسامسونج جالاكسي M30S والذي بلغ حدود 4,300,000، نعم 43,000 دينار جزائري، بعد ما كان سعره حوالي 3,500,000 فقط. وهذا السعر اخوتي ربما قد تجدونه اقل في ولايتكم او حتى اكثر، ولكن هناك بعض المحلات تبيعه بسعر 3,700,000 ولكنها قليلة جدا، وهذا السعر ممتاز في الوقت الحالي خاصة مع ارتفاع كبير الاسعار. ولكن الان واذا اردتم بديل اخر بنفس سعره تقريبا فهناك هواوي B30 Lite، ونصيحة اخوتي لا تشتروا هواتف الان لان سعرها مرتفع، وشراء هواتف الان سيشجع التجار على رفع الاسعار اكثر واكثر. فنصيحة، انتظروا حتى نهاية هذه الأزمة وستنخفض الأسعار إن شاء الله، لأن كما تعرفون السلع تقريبا متوقفة، وهذا ما جعل بعض التجار يخزنوا بعض الهواتف وعند ارتفاع أسعارها يخرجونها ويبيعونها بسعر مرتفع جدا، وهذا تقريبا ما يحدث الآن. فإذا أردتم شراء هاتف الآن تأكدوا جيدا من سعره السابق، وإذا وجدتموه مرتفع جدا حاولوا إيجاد هاتف آخر ممتاز وبسعر جيد وغير مرتفع. وكما قلت لكم أفضل بديل لجالاكسي M30S حاليا هو هواوي P30 Lite وسعره بحدود 3,900,000 وهو ممتاز. فإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة ونشر الفيديو في كل مكان حتى تعرف الناس سعره الجديد، واللقاء أعزائي المشاهدين.